على طلب صديقة معنا في الصفحة. يلا أكيد. بس بشرى اكبسي الكبس اللي تحت عشان الصوت طبعا. يطلع عالي. شو بحلم شو في الفراشي حول الزهرة عم بتدور، شو بحلم شو في العصفور فوق الشجرة وهو مسرور، بحلم شو في التلج بينزل بدل العتمي شو في النور، بحلم شو في التلج بينزل بدل العتم يشوف النور. الله، طب هذا بشرى عن ايش بيحكي؟ هو بيحكي عن بنت عمية بتحكي يعني خطاب بينها وبين ابوها انه انا صار نفسي احلم اشوف العصفور وبدل العتمة اشوف نور. فهو بيحكي يعني الاب بخاطب بنته انه نحن